كتبت الصحفية حنان فهمي تقول: في قصة علي بابا والأربعين حرامي، قصدي والتسعة واربعين حرامي أو ربما عشرين حرامي، هنعرف النهاردة هما كانوا بالظبط كام واحد يا حنان. حنان بتقول: في قصة علي بابا والأربعين حرامي الأسطورية، هتف علي بابا من قلبه عندما اكتشف كنوز المغارة، ذهب ياقوت مرجان أحمدك يا رب. وفي قصة الرئيس المخلوع والأربعين حرامي الحديثة، صرخ المصريون من قلبهم: ذهب ياقوت مرجان، مصر بتتسرق عيني عينك، وعلى الهوى ومباشر كمان. هذا هو باختصار حال مصر. حال مصر الآن رغم مرور أكثر من عام على الثورة، ثروات مصر ما زالت تتعرض للنهب المنظم، والحكومة بتشحت على الشعب من اللي يسوى وما يسواش، والكلام الرسمي عن انهيار الاقتصاد المصري وعجلة الانتاج اللي خربت، ودعاوى اتبرع يا مصري ولو بجنيه تتصاعد، رغم امتلاك مصر لخيرات لا تعد ولا تحصى، واموال منهوبة ومسروقة واثرياء لا يعرفون ربنا، بيكتفوا بس بالفرجة على الغلابة وهم بيموتوا من الجوع او من القهر. وكأن الثورة لم تقم، وكأن النظام لم يسقط. الواقع يؤكد أن كل ما طالب به المصريون في ثورتهم لم يتحقق، سواء العيش أو الحرية أو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. ورغم كل الإحباط ورغم كل الآلام من عدم تحقيق إنجاز حقيقي للثورة حتى الآن، إلا أن مجموعة صغيرة من الثوار النبلاء الذين اختاروا أن يعملوا من أجل الوطن ومن أجل الله سبحانه وتعالى، قرروا مواصلة الطريق الصعب، لأنهم يعرفون أن ثروة مصر ما زالت تتعرض للنهب، كما أنهم يدركون جيدا أن الثروة والثورة لها وجوه متعددة يمكن استغلالها في تنبيه وتوعية الشعب بحقيقة الأوضاع بعيدا عن الأكاذيب الرسمية. الحقيقة النهاردة أنا جايبة لكم كذا مفاجأة بمناسبة الكلام الجميل اللي احنا قلناه دلوقتي، ودايما أنا أجيب لكم شنطة حمزة وطلع لكم منها حاجة. فاكرين شنطة اللايحة بتاعت مجلس الشعب؟ الشنطة دي بقى أن أحكم، يا خبر أبيض دي تقيلة قوي قوي قوي. استنى ها نشوف. شايفين الحجارة المصرية؟ أنا جايبة لكم مجموعة هايلة من الأحجار، وحاطين قدامي حاجات غلط كتير قوي، وأنا عايزاكم تشوفوا يا أستاذ يا مخرج، توري مشاهدينا. شايفين الجمال؟ شايفين أرض مصر؟ شايفين حجر مصر؟ دي مش الأحجار اللي لقوها قدام وزارة الداخلية ولا محمد محمود اللي كانوا بيزقلوا بيها العيال الشباب الثوار، لا، عشان دي قيمتها مش في كده، ولا دي الحجارة بتاعت أطفال الحجارة، لكنها حجارة مصرية هنعرف سرها وهنعرف قصتها المذهلة المخيفة دلوقتي من ضيوفنا. خلوا بالكم، الحجر ده هو السر، سر خطير. اللون الأخضر ده له مدلول خطير، هنعرف السر وأحجار مصر بعد شوية.